يا عدل ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عدل ونلت مفاخر الزمن صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن صمودك أجهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أجهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن. إنها عدن قصة مدينة غيرت مجرى التاريخ وقدمت في العام 2015 أروع الأمثلة في التضحية والفداء ضد المحتلين والإنقلابيين والمتمردين وميليشياتهم. وقفت عدن بشبابها ورجالها ونسائها للدفاع عن كرامتها وارتوت تربتها بدماء الشرفاء من أبنائها الذين هبوا من كل حدب وصوب للدفاع عنها. عن قصة مدينة إسطورية صمد أبناؤها في وقت ذابت فيها جيوش. في بداية شهر مارس من العام الماضي كانت عدن على موعد مع مرحلة فارغة في تاريخها، حيث اجتاحت ميليشيا الحوثي تساندها قوات صالح عدد من المحافظات حتى وصلت عدن. استخدمت القنص والحصار والتهجير وقطع مياه الشرب والكهرباء وكل مقومات الحياة بهدف تركيع هذه المدينة. ومع سيطرتها على مدينة التواهي حتى عمدت على منع وصول المساعدات إلى النازحين في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية. أمام كل هذا الإجرام كانت هناك مقاومة سطرت أروع الملاحم البطولية وتصدت بحماس منقطع النظير، كبدت فيها العدو خسائر فادحة. اليوم بعد التحرير نفضت عدن غبار الحرب واستعادت نشاطها وحيويتها بشكل تدريجي رغم الألم، مشاهد من الدمار، إلا أن هناك نشاط مدني أعاد تطبيع الوضع في مناحي الحياة. الجريح البطل عبد الله ناصر عبد الله الخضر شاب في مقتبل العمر هو شخصية هذه الحلقة، وضع له بصمة ستخلد في التاريخ. أنا اسمي عبد الله ناصر عبد الله الخضر، من مواليد عدن 21 مارس 1993، ولد في مدينة عدن وتربيت فيها ونشأت فيها ودرست أيضا فيها. درست المرحلة الأساسية ثم أكملت الثانوية ثم انتقلت إلى الجامعة. كنت من أبناء عدن المكافحين اللي يحبون أن يكافحوا وينشئوا نفسهم وأيضا يحبوا أن يتقووا ويتعلموا ويستمروا في التعليم. درست اللغة الإنجليزية في معهد أميدست ومعهد هارفورد، ودرست أيضا صيانة الجوال والكمبيوتر في المركز اليمني، وطبقت في البنك الأهلي اليمني ويوجد لدي شهادة خبرة من البنك الأهلي، ودرست أكثر من شيء واحد أن أتعلم وأوصل إلى المزيد. ولكن إلى أن أجت عام 2015 العام الأسود، توقف كل حلمي، وقفت على هذا الشيء. لا أستطيع أن أكمل دراستي، لا أستطيع أن أمارس هذه بشكل طبيعي. فقد أهم شيء ما يستطيع الإنسان أن يستخدمه. يعني كنت أعرف عدن محافظتي كاملة، على منطقة منطقة، على شارع شارع. أصبحت المكان الوحيد اللي أستطيع أن أتحرك في به منزلي، وإذا لا أستطيع أتحرك سواء أحس أو أستخدم يدي، أخرج من عتبة المنزل حس نفسي زي الغريب، دخلت عالم
كنت حافظ له وعارف بالطرقات العامة بكل جزء وكل فرع وكل منطقة. أخرج من باب منزلي أحس نفسي دخلت في عالم غريب عجيب ليس بمقدوري التعرف عليه إلا بواسطة واحد يقودني أو أن أطرح يدي على شخص وأمسي. ولكن اللهم لك الحمد ما في أدنى خيبة وأدنى حزن، فقد كانت مسألة نحن مسألة دين، مسألة عقيدة وليس مسألة سياسة. نحن خرجنا عشان ديننا، نصرنا ديننا في عدن، جميعنا ارتصينا صف واحد من كبار وصغار، رجال ونساء، أطفال وشباب، ارتصينا صف واحد في قتالهم، فقد كانوا ياخذون حاجات كثيرة. والله نحن أكثر شيء من نحن أبناء عدن من حصل قصاصة من مصحف بالأرض ياخذه ويبوسه ويطرحه ويرفعه. نحن كنا نلف بأيدينا داخل البساتين، نلف قرآن، صفحات من القرآن مقطعة في بابول وبراز، يعني وقادورات من استخدامهم. هي مسألة حرب دين وليس حرب سياسة أو حرب مناطق أو ما شابه. فأساس عقيدتنا وأساس خرجتنا نحن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله نحن لم نحمل السلاح ولا نعرف أي نوع أو أي شيء عن السلاح سواء ب 2015. فحينما اندلعت الحرب وعرفنا أنهم في العند ومتقدمون إلى لاحق وآتين إلى عدن، ونسمع المساجد تكبر الله أكبر حي على الجهاد، الله مولانا ولا مولى لكم، لن يستطيع أي فرد البقاء في عدن. وجميعهم خرجوا، منهم من رحل وذهب إلى الجبهات وإلى ساحات القتال بعلم أهله، ومنهم من ذهب بدون علم أهله. فأنا توجهت إلى أمي وخاطبتها. هو طبعا أنا كبير العائلة وشيء طبيعي أنه يكون فيه خوف شك على ابنه، بس قلت له هذه مسألة دين، هذه مسألة عقيدة، لابد أن ننصر ديننا. وايضا هم ان تمكنوا من جزوع منطقه البساتين فسيصلون الينا الى منطقه القاهره. قالت اذهب ارحل، الله مولانا ولا مولى لهم، وان قتلوك او اسروك او صابك اي مكروه سوف يخرج اخوك الاصغر منك، وان ما فيش سوف نخرج نحن الحريم ونشارككم بالسر والضر. فهي كانت حرب اباده، اما نصرنا ديننا وانتصرنا او كانوا يبودوا نحن كما، واساسا قد بادوا نحن بالهاونات وبجميع انواع الشيء. بس احنا خرجنا عشان مسألة الدين وبعلم أمي وبتوفيقه ودعوتها لي. وكنت أروح يعني أجلس بالجبهة من الساعة 6 المغرب لتاني يوم الساعة 10-12 الظهر، أروح أقصاين 3 ساعات أنام، أروح أشوف أهلي وأمي وأخواني بدون نوم مستنين لي عند الباب، بيصدقوا متى بيشوفونا برجع وبحمل لهم أي خبر سار أو خبر حزين. كان أول حاجة خروج عفوي لمن ليس لديه سلاح. فأنا خرجت في البداية توجهت إلى النقطة ثم إلى الجبهة، فسألونا إيش جاب، قلت لهم أنا أجيت عشان ديني. قال لي أنت ما تملك سلاح، قلت لهم أنا ما أملك سلاح بس سلاح الإيمان، أنا يعني بستخدم لكم بنقل الرصاص، بستخدم لكم بنقل الطعام والماء، وأضعف الإيمان لم يستطع بنقل الجرحى، ولا لم يستطع عندي سلاح عندي دم أستطيع أن أتبرع الجريح أو مصاب أساعده. فلما شافونا وبعزيمتي دخلت مع ابناء منطقتي منطقه والنظراء بالذهاب الى الجبهات، وكنا نتقاسم الاسلحه على اوقات من هم الصبح ونحن ليل، او نحن الصبح وهم ليل، الى كذا الى ان تم استقرارنا بالبساتين بجانب مسجد الحق. فتحوا نحن بيوت وكنا نجلس فيها ولم نعد الى منازلنا صبح وليل. يلا لو نرجع باليومتين ننام 3 أو 4 ساعات ونخرج اجين. وطبعا يوجد قاده وكانت تحت عمليه 22 مايو وجماعه البساتين ابو مشعل، كان في اكثر من ترتيب، ولكنهم ليس كقاده عسكريين او كجزء، هم ناس بسطاء مننا وفينا، لكن هم لديهم الخبره، هم من اصحاب السلف والسنه والنهج الصالح، هم من قادوا كل شيء بتواصلهم بتقدمهم على عبر المربعات اللي حقنا او الخطوط الاماميه، خط النار اما يسمى خط النار لنا او خط النار لهم، اذا كانت في هجمه اذا كان في انسحاب. هم اكبر من نحن وادرى من نحن، وكانوا بتنسيقهم عبر الطيران كقادة، وهم أساسا قادة مدنيين ليس لهم شيء بحمل السلاح، وإنما هم أصحاب مساجد دعاة أهل علم. ولكن حين لزم الأمر خرجوا من منابرهم إلى ساحة القتال. شاركت في أكثر من جبهة ومنها منطقة قعولة ومنطقة الصولبان، وقد كانت أكثر جبهة خضناء. نحن كنا على أوالي وهم كانوا يقصفون نحن على دبابات، هم عند معسكر النصر بجانب من مدرسة خاصة، هذا كان موقع الحويته، ونحن على مسافة وعلى كواد. نحن كان لدينا السلاح البسيط الآلي ما يسمى أو البندق، وهم لديهم جميع أنواع الأسلحة، ولكن كان سلاحنا الإيمان. وشاركت أيضا في جبهات البساتين
واستقريت فيها، لان بعد البساتين منطقتي على طول القاهره، لديه اعراضنا وناسنا، وكما البساتين اعراضنا وناسنا، فلا بد يا قاتل يا مقتول، ليس في ادنى شيء يا ولا اي تردد. خضنا هناك، فتحوا نحن بيوت نجلس بها نتناوب به، وعلى كذا استمرنا، ولم نروح سوى منقولين، اللهم لك الحمد، لا اعتراض على قدر الله. في احد من اصدقائك استشهدوا او جرحوا امامك؟ نعم طبعا، الكثير الكثير، وفي مقدمهم اشرف امين، وايضا القائد حقي ابو حسام لؤي احمد ناصر رحمه الله، اسال الله ان يتقبله هو وجميع الشهداء في جنات الفردوس والجرحى، وان يكتب لنا اجر الشهاده وفقد الاسرى. الكثير كنا نشاهد الحالات التي لم نكن نشاهدها سوى في الافلام، فشاهدناها على الواقع في يعني تاديب بكل انواع الاشكال، كانوا يعدوا تشوف اصحابك تدخل تحصل يعني بني ادم من ابناء عدن معلق على الجدار بمسامير مصبط عشان ينزف، يعني التعذيب، وشخص ربط لهم ماسوره حق دبابه ويرمون بدون ما يقتلونه، يخلوا جسمه يحرق، يعني كانت مساله حرب اباده، واخص من ليست قتل، ان تمكن منك سوف يقتلك وينتهي الامر، انما هذه يريدون تدميرك وحرقك واحتكارك وقهرك بجميع انواع الاشكال. اباده اباده. طبعا هي كانت في اكثر من جبهه، بغض النظر عن اسلحتنا البسيطه، فكان سلاحنا الايمان وتوفيقنا بالله عز وجل، وكذلك بقوات التحالف حفظهم الله ورعاهم. فقد كنا نتقدم وكنا نحقق الفوز ليس بقوه السلاح، وانما بقوه العزيمه وقوه الصبر وقوه المبدا والمرابطه. فقد خضنا اكثر شيء في البساتين، رغم انهم كانوا قناصاتهم على جميع انواع الفنادق ونحن على الارض، يعني اهداف سهله لهم، ولكن إيماننا بالله هو من جعلنا ننتصر عليهم في جميع أنواع الجبهات، وندلهم أخص أنواع الإذلال، لدرجة أنها لم تحصل في أي دول العالم الرجال لبسوا توب أو زي امرأة، فنحن لبسناهم وجعلناهم يرحلون فيها يتخبون من أبناء عدن. والله في هذاك اليوم يعني سبحان الله يأتيك شعور بأنك سوف يحصل لك شيء، كيف او ايش تشعر لا اعلم. قمت بالفجر فجلست لاعب اخي الصغير العب بالطه، وسلم على اخي وجلست اتقرع، ويقولوا لي مالك اليوم كذا، ايش قيمك بدري، انت فرقت تقوم مع العصر وتروح. قلت لهم اليوم كذا ايش جلست معكم من الصبح. ورحنا الجبهه وشاركنا، وكان في انتصار لنا، داهمنا عماير منها عماره الحبيلين وراء مسجد الحق بالمنطقه البساتين، وخضنا، وكان يوجد شعور غريب تحس انه سوف يحصل لك شيء، الى ان حدثت الكمين الذي عملوه لنا، وهو كمين عظيم ولحد الان اثاره موجوده بجانب المجلس المحلي. في قبل الفجر او مع الفجر الى بسياره مونيكا تاتي على الخط، ونسمع حوله ضرب رصاص. احنا مستغرب من هذه السياره واقيه من الخط نار. يقول نحن شخصين، واحد منهم مصاب مكون بركبته، ويقول يا ابناء عدن يا مقاومه الحقونا الحقونا. اول ما اقل الخط النار عندنا لورا المتارس مسكناه، ايش معك؟ اقل الاولي مصاب والثاني ايش في؟ قال معي حريم فوق السياره، واحده منهم توضع والقناصه رمت علي. طيب مسكناه، كيف سيبت حريمك وقريت؟ كيف سيبت عرضك وقريت؟ انتبهوا لا تهبل، كيف دخلت من هم طبعا من الصبيحه على ما زعموا، كيف دخلتم من الصبيحه الى منطقه البساتين؟ هو كله خط نار، كيف قسيتم؟ إلى أن ونحن نتكلم ونتخاطب نسمع أصوات الحريم من السيارة، يا مسلمين راسي، يا مسلمين ألحقونا إحنا، يا مسلمين يا رجال الله يا مسلمين. فأثناء هذا الصوت لم يحتمل أي شيء، فلم ننتظر إلى مدرعة ندخل بها أو إلى ترتيب هجمة أو إلى ترتيب تقدم. قرينا أكثر من 20 نفر لا إراديا دون أي تنسيق، من مسجد الحق إلى فكة القوس إلى جانب جدار المجلس المحلي الذي كان أكبر قوة لهم، وإلى أن انتقلنا إلى الرصدة، يعني كانت بيننا مسافة ما بيننا وما بين الرصدة، إحنا كنا من جدار المجلس المحلي والرصدة. يا حرمة سمعنا إحنا، يما يا خالة ردوا علينا، هم على نفس الكلام، يا مسلمين ألحقونا إحنا، يا مسلمين راسي، يا مسلمين. فمن احنا 20 نفر نطقنا الشهادة وقرينا اتجهنا الى الرصدة ننقذ الحريم، هذا هنا عرضنا، ولابد يعني صعب على اي واحد من ابناء عدن، يستحالة من الكبير قبل الصغير،
أنا أتركهم هكذا، فنتقدم إلى المونيكا ونفتح الباب السيارة، وإذا هو يطلع السراج حق البابور لما تفتح الباب هو تسجيل صوتي بفلاش، وبعدها البي جنبنا ترمي علينا، بس من كثر ما نحن قريبين الرمي حقه يجي لورا لازم نمسك هذا الحق، والقناصة علينا من فوق يرموا علينا، واللي يلتفوا من الجدار حق المحلي ملتفين علينا ويقولوا سلموا نفوسكم سلموا نفوسكم، ولكن حاشا لله، هي موتة واحدة والرب واحد، نسلم نفوسنا لهذول الأوغاد الشيعة الخنازير، هي موتة واحدة ما حد يموت مرتين، فقاومناهم، فكل واحد مننا من 20 نفر اللي تقدموا اتخذ مكان أو مترس، منهم من اتخذ الفوتبات حق الرصدة، ومنهم من اتجه إلى بنشر الذي بجانب المجلس المحلي نص جدار اختبى فيه، أنا كنت بجانب كامبة، واخذ أيضا مترسي كامبة، وقاسي إلى أن اشتبك ونفكر بالبيانبي اللي ترمي علينا، والملتفين علينا يقواقون احنا وجه وجه، واللي من فوق يرموا علينا مصيدة مصيدة في به، سبحان الله ربنا نجانا احنا بإصابتين من هذاك الكمين، انصاب صاحبي اشرف ودخلت الرصاصة في حنجرته، وانا انصابت بحارة خارج كانت المسافة اقل من 5 متر ودخلت من عيني اليمين واتجهت الى عيني اليسار وخروجها من الفك العلوي، ولم أزهد بجيش وأن يسعفونا، تأتي المدرعة وتسعفنا هم يقولوا شهد شهد، ولم أستطع على نطق الشهادة، ولكن استطعت على تحريك يدي وبقلبي أشهد، أستطع على تحريك يدي، لم أعد أرى شيئا ووضعت فيها يعني دوخت ولم أشعر بأي شيء خلال إلا بعد أسبوع فقط في المستشفى، مستشفى صابر ما فيش أي شعور ولا أي، تفقد السيطرة على نفسك، ما عاد تدري إيش اللي حصل لك إيش اللي استوالك، وأزدد بنفسي بصابر ودريت أن أنا أصبت وراح نظرك، الرصاصة دخلت من عيني اليمين وقدر الجفن مقطوع أو غير موجود، وجزعت على عروق الشم والطعم زالتهم، والعين اليسار وخروجها من الفك، فسبب لي بذهاب القرنية والعصب البصري والشبكة تلف جميعه إلى من الدماغ، وأيضا حاسة الشم والطعم ولا يوجد لها علاج، سواء ان طلع الى الشم والطعم قال ربما بعد 10 او 15 سنة تربي له، قلت لهم كيف يعني في علاجات في تقدم، قالوا لا ما فيش، والقرنية والعصب البصري وكل شيء قالوا تلف، وليس هذا بحسب بل انما يوجد سائل يخرج من دماغه، هذا من عمرك ليس له اي علاج، هذا علاجه يوجد لك علاج مزمن على مدى الحياة، لأنه من قدرش نرجعك زي ما ربنا خلقه، رسلت تقريري إلى ألمانيا إلى الدول المتقدمة، قالوا نحن نعمل حالات علاج للي يكون عمى طبيعي، أما أنت مش عمى طبيعي أنت إصابة، كل شيء تلف إلى الدماغ، أقول اللهم لك الحمد ولا خير إلا في مختار الله ولا اعتراض على قدر الله. والله الموقف الذي أحزننا وأتمنيت أن أتوفي ولا أكون في هذا الموقف ولا أي شخص يستطيع أن يرد، توجد معنا طفلة في المطار المنصورة توفت أمه واثنين أخوانه، فذهبنا لدفن شهيد ورجعنا، فإذا هي تكلم نحن إيش قلنا نحن اللي دفنتوهم بالقبور بيرجعوا، أني ماتت أمي واثنين أخواني بيقدروا يرجعوا، يعني هذا الموقف شل لسانك، ما تقدر ايش ترد له، ما تقدر ايش تكلمه، اقسم بآيات الله انك جلست حق ساعة ابكي، ما ايش ارد لهذه الطفلة، ما فيش معي كلام رد له ايش اقنعي ابي عمر، يعني هي اقل حتى من الصف اول لا تجاوز 5 سنوات، وانما هي ايضا اتضررت بعينه والقوقعة الاذن، هذه من المواقف المؤثرة التي لن نستطيع ان نتكلم عليها او توقع القلب من داخل، وتمنيت ان اكون انا بدل أمها أو أحد من أخوانها، فهي صغيرة ليس لها ذنب أي شيء، فيوجد أيضا من المواقف المفرحة عندما تشوف جميع أبناء عدن السنيين والسلفيين والشباب العاديين جميعهم يرتصوا تحت صف واحد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه من المواقف اللي تعرف أنه عدن بلد يوجد فيها إيمان وإيمان صادق، ولما تأتي تشوف أخ يعني واحد شخص قدامك مصاب لا إراديا تتقدم له كأنه أخوك أو أبوك أو أمك أو أهلك، وانت دون لا ما تعرفوش ما لكش أي صلة فيه، صحيح أنكم من عيال عدن لكن سبحان الله تخاوينا في الله وتحاببنا في الله، وكان كل واحد يستطيع أن يفدي الثاني بروحه هو لم يعرفه
ولكن اعرف ان هذا خرج ايضا معه في سبيل الله في نصرة ديننا وارض السنة تحت العدو والغاشمين والشياخ صالح والحوثي لعنهم الله. دون ادنى شك وفي المقدمة كما كانت ودون اي تردد، فايضا كما هذه الحرب فيها اضرار وهي حرب عام اسود وعام كبيس، ايضا هذه الحرب من افضل الاعوام وافضل الناس من تحصلوا او حصلوا الشيء فيها، وهو في ناس تفيدوا ولاقوا فيد، ولكن ليس اي فيد، فيد الفلوس او فيد المناصب او فيد اي حاجة، انما فيد الشهادة، فيد الجنة. ادور ان اكون في منزلة الشهداء، من يعني لا يوجد حلم اكثر من كذا بالنسبة لي حاليا. اتمنى ان يكتب لي الله واسال الله تعالى ان يكتب لي انا وجميع الجرحى اجر الشهاده، وان عادوا وان رجعوا والله لن يغنينا عنهم اي شيء او اي تردد. وانا اعمى ولا استطيع القتال ولكن استطيع حمل السلاح، وايضا استطيع انا القي نفسي وافكر، يعني انا مقابل ثلاثه من حويته او ثلاثه من الشيخ صالح ليس مساله سياسه وانما هي مساله دين. عندما يفتوا انه هذول مساله عقيده والجهاد وتكبر المساجد انه هذا يستحق الجهاد عليهم لاعلاء كلمة الله، فاول واحد سوف اخرج ودون اي مبالغ بفكر نفسي والله متقبلنا. فاريد ان انصر ديني بجميع الاشكال، وان كانت شيء وان كانت معاق على مدى حياتي فلن تغنيني عاقتي عن اي شيء، سوف اخرج قيسي قيس اي واحد. والله انا مش ندمان، انا انما حزين لان لم احصل على اجر الشهاده، واسال الله ان يكتب لي اجر الشهاده. اما الندم لا يوجد ادنى ندم او ادنى خيبه امل على ما خرجت، وانما انا مبسوط وفرحان، وربي يعلم، ربي يعلم بالمأساة الذي اعانيها، وايضا ربي يعلم بفرحتي خرجتي من اجل ديني. يعني لم اكن اتخيل ان سوف تاتيني فرصه واخرج في جهاد وانصر ديني واجت لما عندي وخرج وارجع عندهم، هذا مستحيل، لن اشعر بهذا الشعور ابدا، وانما ساظل فرحان وطول عمري سعيد بجهادي في سبيل الله، واحاول اقوي ايماني بالصلاه والصيام، وان عادوا سوف اخرج. رسالتي اوجهها اولا كما ذكرت الى الحكومه الى السلطه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا اتسمع عن اغاثه، اتسمع عن نزول، اتسمع عن بنيه تحتيه، لا تتكلمون ابدا عن شهداء عن جرحى. الشهداء ماذا ياكلون اطفالهم؟ الجرحى المعاقين، هناك جرحى يعني اشد حالات مني، انا لعلاج مدى الحياه، هناك جرحى مشاليل، كيف يستطيعون البقاء على كذا ويوجد لهم علاجات مدى الحياه؟ اسر الشهداء ماذا ياكلون؟ يعني خيبة أمل كبيرة 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 باتجاه الحكومة ومع العلم نحن خرجنا من أجل ديننا ولا نريد أي شيء من أي أحد، وإنما نصرة ديننا ونعود إلى منازلنا كما خرجنا. ورسالتي إلى جميع أبناء عدن، لا تنظروا إلي أو تستمعوا إلى رسالتي أو تلفتون إلي، ألفتوا إلى أولاد الشهداء وأعلموا أنكم اليوم أنتم بصحتكم غدا وانتم من يفرحون بالدمج مع المقاومه، بالدمج المقاومه مع الجيش، وانا اعترض على كلمه المقاومه والجيش، ما كانش في جيش، كان كله في مقاومه. انا اعترض على هذه الكلمه، ولكن غدا على جميع القاده والمسؤولين وقاده النقاط وقاده السرايا، اليوم انتم بصحتكم، بكره بعدهم انتم شهداء او جرحى، لن يعملوا لاولادكم شيء، فلا تسكتون على حقوق الشهداء والجرحى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه. فأحلم أن أنا أصلي في هذه المنطقة، وأحلم أني أرى السيراميك حق الحرم، وأحلم أن أنا أدعي أقول يا الله، يعني فقد بصري أنا أقول اللهم لك الحمد، يا رب اجزيني بهم خير بالجنة. وكما قلت قورق الحق من أخذت حبيبته فليس له جزاء إلا الجنة، هذا ما يجعل تفاؤلي وبقائي على قيد الحياة وأساس تفاؤلي ما بقى لي من حياتي. وأود أن أشكر أيضا أمي وأخواني وأهل منطقتي، وبالذات وبالتحديد أخوالي وخالاتي أهلي، وبالذات وبالتحديد وبالخاص خالي عمار أبو همام، من يقام بي في جميع بكل شيء، وهو أيضا خرج وقاتل، ولكن إنما لو أعمل له ما أعمل له هذا خالي فلن أوفيه حقه، فهو والله تاج على رأسي، حفظه الله ورعاه أهلي ولأخواني.
سيعدني ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس سيعدني ونلت مفاخر الزمن صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر رفعت الرأس يا عجلي ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عجلي ونلت مفاخر الزمن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر